هل تأثرت السياحة المصرية بالحرب على غزة؟ منذ بدء هجمات السابع من أكتوبر بدأ التوتر يتسرب إلى قطاعات السياحة في الدول المجاورة للصراع في فلسطين، خاصة في مصر والأردن ولبنان، وهي الدول التي انخفضت إيرادات السياحة فيها وفقاً لما أعلنته منذ أيام وكالة S&P Global للتصنيف الائتماني. مصر التي استقبلت أكثر من 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري أعلنت عن منح حوافز مادية وامتيازات للسياح من أجل السفر إلى المناطق المطلة على البحر الأحمر في جنوب سيناء مثل شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابة، وهي المناطق التي تأثرت نسبياً بالأوضاع في غزة، وألغى بعض السياح حجوزاتهم هناك وفقاً لما أعلنه وزير السياحة المصري، مشيراً إلى أن الحجم الإجمالي للحجوزات التي تم إلغاؤها في المناطق المتأثرة بالصراع يمثل أقل من 10% من إجمالي عدد الحجوزات في مصر. لكن ذلك يتعارض مع الرقم الذي أعلنت عنه لجنة السياحة بمجلس النواب المصري بوصول نسبة إلغاء الحجوزات إلى 25%. وعلى أي حال، فالوضع الحالي للسياحة المصرية وفقاً للتحليلات لا يمكن وصفه بالمتدهور، على عكس سياحة إسرائيل التي توقفت بشكل شبه كامل منذ اندلاع الحرب. لكن الظروف الحالية في الشرق الأوسط بشكل عام تتسبب في إلغاء بعض المسافرين لعطلاتهم أو تأجيلها لوقت لاحق. وهنا يبرز سؤال: ما هي كلمة السر لحفاظ السياحة المصرية على معدلاتها حتى الآن؟ الإجابة هي السياح الألمان والصينيون، وهم الذين يشكلون النسبة الأكبر من السياح في مصر هذا العام، كما أنهم ساهموا في رفع أعداد السياح بنسبة 7% في شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، وهو ما يعد مؤشراً على أن قطاع السياحة المصري تأثر بشكل محدود من الحرب الجارية.